قيل هناك الكثير من التطورات العسكرية على عدة جبهات خاصة الليلة الماضية، لكن ما يحدث الآن في ماريوبل ربما هو أبرز تطور عسكري على الأقل في 24 ساعة الماضية. السلطات المحلية في هذه المدينة تتحدث عن مواجهات عنيفة بين القوات الروسية التي تحاصر المدينة منذ فترة وما تبقى من الجيش الأوكراني خاصة في وسط المدينة، حيث ما زال يحاول الحفاظ على مواقعه وصد الهجوم الروسي. هذا طبعا وسط الحديث عن مأساة إنسانية كبيرة جدا، وسط حديث عن أن عدد القتلى ربما يتجاوز 5000 قتيل في هذه المدينة. قبل قليل أعلن مجلس المدينة بأن القوات الروسية استخدمت حارقة جثث وتقوم بمحاولات إخفاء الجرائم التي ارتكبتها في هذه المدينة. تقول بأن القوات الروسية تحاول أيضا تزوير الحقائق والوقائع التي حدثت في الفترة الماضية وإلحاق التهم بالجانب الأوكراني. تقول بأن عدم تجاوب الجانب الروسي مع المطالب التركية بالمشاركة في إجلاء المدنيين ربما من أجل إعطاء الفرصة والوقت أكثر للقوات الروسية من أجل إخفاء الدلائل التي تدينها في مدينة ماريوبول. هذا طبعا مع استمرار القوات الأوكرانية أو السلطات الأوكرانية في محاولة إخراج المدنيين من ماريوبول. الحديث اليوم عن أكثر من 160 ألف مدني محاصرين في هذه المدينة. هناك محاولات للمدنيين بالخروج عبر سياراتهم الخاصة وعبر الحافلات التي توفرها أيضا السلطات. على باقي الجبهات هناك استمرار للقصف الروسي على عدة مناطق، من بينها ضواحي المدينة، مدينة كييف العاصمة، حيث سقط 12 قتيلا الليلة الماضية. هناك استهداف لمدينة لفيف في الغرب الأوكراني الليلة الماضية بصاروخين، حيث استطاعت الدفاعات الجوية الأوكرانية اعتراض هذين الصاروخين. في جبهة دونباس ما زالت المواجهات عنيفة جدا وسط استمرار السلطات الأوكرانية عن أن الغزو الروسي أو العملية العسكرية الروسية الواسعة من أجل بسط السيطرة على هذا الإقليم باتت وشيكة جدا، مع استمرار انسحاب القوات الروسية من عدد من المناطق الأوكرانية وتوجيه تلك القوات إلى منطقة دونباس. سياسيا فضيلة، ما زال الجانب الأوكراني متمسكا بمطالبه السابقة رغم أن التصريحات خفت وتيرتها بشأن المفاوضات السياسية في الفترة الماضية، مع طغيان الحديث طبعا عن الجرائم والجرائم التي كانت مدينة بوتشا ساحتها في الفترة الأخيرة، ومع توجه الأنظار أكثر إلى مدينة ماريوبول.